عيدون في الوطن العربي فربما أشبه بعيدين، واحد كان في الصباح وآخر في المساء، بفوز كبير وبثلاث أهداف لهدفين على باريس سان جيرمان في عقر داره. دعونا نتوقف الآن مع محللي بين سبورتس للحديث عن أبرز ما شهده لقاء هذه الأمسية، ونبدأ بما حدث في باريس. نتيجة ممتازة كابتن، أداء ممتاز والكثير من المكاسب لبرشلونة في هذه المباراة. صحيح، نتيجة ممتازة لبرشلونة. أولا نحكي عن الشوط الثاني. أنا بالنسبة لي أنا صحيح مقولة الشوط المدربين، المدربين لعبوا دور كبير في النتيجة. أولا دخول باركولا ورجع لوكاس هرنانديز على الجهة اليمنى وماركينوس محور الدفاع أعطى حلول عديدة لفريق باريس سان جيرمان، وسجل في 5 دقائق سجل هدفين. هذا رجل المباراة. رافينيا تعب الشوط الأول، ماركينيوس على الجهة اليمنى، قلت أنا قبل المباراة أنا ماركينيوس فيه صعوبات كبيرة لأنه أول ما يلعبش مدافع أيمن ثم تنقصوا ريتم المباراة. ديمبلي أول هدف في الشامبيونز ليج لبرشلونة مع باريس سان جيرمان على برشلونة. صحيح، هذا أول هدف ضد برشلونة، لكن بالنسبة لي دخول باركولا غير مجرى المباراة في 5 دقائق 2-1. ولهنا بالنسبة لي أنا وين نجح برشلونة، أنه عودنا برشلونة ما يرجعش لما يخسر في 5 دقائق أو تسجل له أهداف، صعب أنه يرجع. من البدلاء كابتن بيدري في أول لمسة يصنع هدف، وكريستينسن تقريبا في أول لمسة يسجل، ودخول كريستينسن. لهنا يقول لك دور المدربين، لعبوا دور كبير الاثنين، عايشين المباراة كما ينبغي، والتغييرات نتاعهم كانت ناجحة. دخول كريستينسن سجل الهدف الثالث، ودخول بيدري هذا الهدف الثاني لرجل المباراة رافينيا. رافينيا على الجهة اليسرى قدم مباراة جيدة الشوط الأول، وبعد انتقل على الجهة اليمنى وسجل هدف ثاني. ولهذا أعتقد أن البرسا يستحق الفوز على 90 دقيقة. البرسا عنده اليوم عديد اللاعبين قدموا مستوى كبير. صحيح الخمسة دقائق الأولى في الشوط الثاني خاصة صعوبات كبيرة، قلنا احنا البرسا ممكن يخسر 3-4 اليوم، لكن رجع في المباراة، وهذا بطبيعة الحال دور المدرب لعب دور كبير. اليوم بالنسبة لي أنا كوبارسي اللاعب هذا شاهدناه، أولا عنده ميزة كبيرة هو في خراج الكرة، يعني لو عدنا الهدف الأول تميرة تقريبا 20-25 متر مرها للاعب ليفاندوفسكي، وليفاندوفسكي مررها لرافينيا تقريبا، وسجل لاعب الشاب يمال ويمال مرر. في الشوط الثاني زاد تمريرات كلها دقيقة منسجم مع أروخو. كانسيلو في الشوط الثاني قاس صعوبات كبيرة، مع سرعة اللاعب باركولا. وهذا الهدف تمريرة ممتازة من بيدري. أعتقد أن لما بيدري بيرجع مع تحسن ديونغ، أعتقد البرسا بيكون عنده شأن كبير في دوري الأبطال. لكن حذاري مباراة ليس بسهل، لأنه فريق باريس سان جيرمان عنده إمكانيات كبيرة، عنده هجوم قوي. صحيح اليوم كوندي نجاح كبير ضد اللاعب مبابي وقلل من خطورة مبابي. بتريكا يشوف كوندي هو أفضل لاعب في المباراة. كوندي طبيعي لما تحاصر أفضل لاعب في العالم وتقلل من خطورته أنك نجحت. اليوم بالنسبة لي أنا كوندي قدم مباراة على اللاعب لوكاس إرنانديز على الجهة اليمنى، حسن مستوى الفريق على الجهة اليمنى، وشاهدنا الجهة اليمنى هي كانت وراء الهدف الأول والثاني. لكن البرسا اليوم قدم مباراة كبيرة، مو سهل أنك ترجع في مباراة في دوري الأبطال بعد كل منهزم. هذا الهدف الأول كنت تكلمت، هذا هدف شو التمريرة، التمريرة الأولى ممتازة، ثم عمل ليفاندوفسكي واللاعب الشاب تمريرة بخارج الرجل صعبت المأمورية على المدافعين وحارس المرمى. مو سهل أنك معناها تلتقط الكرة هذه، لأن الكرة تهرب عليه، تهرب على حارس المرمى. والهدف تشوفه ليفاندوفسكي ولامين يامال بخارج الرجل يصعب المأمورية على المدافعين، وهو رافينيا يسجل الهدف الأول. أعتقد أن وجه آخر للبرسا في المباريات الأخيرة، تطور وتحسن كثير البرسا، دفاعه تحسن، كوبارسي وأروخو قد كبير. وأعتقد أن مباراة الذهاب مازال ما معناتها 50-50 بالنسبة لنا، مازال ما ترشحش البرسا، لأن يعني فريق باريس سان جيرمان عنده هجوم قوي يقدر معناتها يسجل في أي وقت وفي أي مكان. ولهذا صحيح 3 نقاط ثمينة، لكن مازالت مباراة أخرى. ميكيل ذكرت اختفاء كيليان مبابي في الشوط الأول، هذا الاختفاء استمر حتى في الشوط الثاني. ذكرت أهمية وقيمة لاعبين بهذه القيمة وهذه الأسماء تظهر في المباريات الكبيرة. اليوم لم نشاهد أي شيء تقريبا، حتى في الهدفين لم يصنع ولم يسجل.
فعلا لم نرى ذلك. أعتقد بأنها ليلة مخيبة بالنسبة لمبابي، يجب أن أقول ذلك مرة أخرى. نحن نحتاج اللاعبين الكبار في مثل هذه المباريات، في مثل هذه الأحداث، ليقدموا أفضل مستوياتهم. أتذكر عندما كنت في تشيلسي في مباريات كبرى مثل هذه، هنا نعرف أن دروكبا يبرز. المباريات البسيطة المتواضعة ربما قد لا يكون موجودا، لكن المباريات الكبرى يكون حاضرا دائما ويقدم مستوياته. الليلة نعم كوندي لعب مباراة ممتازة، يجب كذلك أن نهنئه على هذه المباراة لأنه قدم مستوى كبير جدا. لكن مبابي كان يمكن أن يقدم المزيد، كان بالإمكان أفضل مما كان. لم يبرز الليلة بالمرة، لم يكن حاضرا. وديمبلي كذلك، ديمبلي نعم سجل الهدف الأول، هدف التعادل، ولكن باستثناء ذلك لم أرى الكثير كذلك من قبله. بكل صراحة المباراة لم تنتهي، نعم برشلونة فاز بثلاثة أهداف لاثنين خارج ميدانه، لكن الأمر لم ينتهي بالمرة. لا يزال هناك الكثير من اللعب وإمكانية حصول أي شيء لا تزال موجودة كذلك في برشلونة. قد يبرز اللاعبين الكبار، ولكن اليوم قد يقول مبابي سأسجل في المباراة القادمة. سجل الكثير أمام برشلونة، لكن ليس الليلة. الليلة فعلا كان مخيبا للأمال بكل صراحة، ولكن تهانينا لفريق برشلونة الذي لعب بشكل جيد الليلة، دافع بشكل ممتاز كذلك بصلابة. المدافعون كانوا جاهزين لهذه المباراة، والتغييرات أيضا من قبل المدربين كذلك. بيدري الذي دخل المباراة وقدم تمريرة ممتازة كذلك، كان رائعا، لاعب ممتاز لبرشلونة. وكذلك رافينيا بطبيعة الحال مباراة استثنائية اليوم، رجل المباراة باستحقاق، وهو قدم الفوز لبرشلونة. إذا يجب أن أقول لا يزال هناك المزيد، لم ينتهي الأمر فعلا. عندما يعودون إلى برشلونة ستكون مباراة مختلفة، مباراة مختلفة تماما كذلك، لأن برشلونة يجب أن يلعب بالتأكيد بالضغط اللعب على أرض ميدانه أمام جماهيره. الجماهير تريد أن ترى مستوى جيد. إذا ما تمكن باريس سان جيرمان من الذهاب والتسجيل في أول 5 أو 10 دقائق، عندها تختلف الأمور تماما. ولكن أظن بأن هذه المباراة لم تنتهي. تختفي طول 90 دقيقة، فكوندي قدم مباراة كبيرة، هو سريع وتمركزه جيد وعنده حماية وراء أراوخو على طول يغطيه. وحاجة تانية خاصة بلعيبة وسط ملعب باريس، بيأخروا الكرة في رجلهم قوي عشان الكليان، فيساعدون دفاع برشلونة على إعادة التنظيم. وحاجة تالتة، تعامل لويس إريكا محمد معاه في الفترة الأخيرة. النهاردة هو وحش، ما طلعتوش ليه؟ ها؟ ما أنت بتطلعه في الدوري الفرنسي، ما طلعتوش ليه؟ هل أنت في التعامل الفترة الأخيرة مع كليان إن أنت هيبقى كويس هو في الدوري ولا 60 دقيقة 65 دقيقة وتروح مطلعه؟ أما النهاردة وحش، ما طلعتوش ليه؟ ولا عشان هو دوري أبطال وهو اللي هيكسبك؟ لا، بس هو الأكيد أنه هو بالنسبة له هو أفضل لاعب في العالم، صح؟ ماشي. بس الدوري شبه محسوم، الفارق مريح. لكن تشامبيونز ليج هي أهم بطولة للفريق، حتى لو قال لك إحنا مش منافسين على اللقب. بس لو عارف أن نجمك بيحب أو بيغضب أو بيكره أنه يطلع، فهتغير مزاجه، هتعكر مزاجه، فأنت عكرت مزاجه، فأنت عايزني يلا. هو ده صح ولا لا؟ ممكن من أحد الأسباب دي، ممكن الأمور، لأنه هو مزاجنج يا محمد، لازم مزاجه يبقى رايق. النهارده لا، هو بس متعب. هو خلينا نتفق، البطوله والدور متقدم والمنافس اللي لعب ضدي كلها اسباب تخلي كل لاعب يقدم 200%. هذا مسرح كره القدم، تشامبيونز ليج. بس هو خد دوري، خد كاس عالم، بس ما خد تشامبيونز ليج. ماشي، هياخد مع ريال مدريد. اسمع كمان يا كابتن محمد، خد كاس عالم، سجل هاتريك في نهائي كاس العالم، هو عمل كل حاجه في الكوره، فاضل له دوري ابطال. انا رايح ريال مدريد، بياخدوا كل دوري ابطال كل سنه ولا كل سنتين بياخدوه مره، فهو الطبيعي بيجهز شنطه. فانت اللي هو مش خسران حاجه، انت اللي خسران لويس إنريكي. ادي موضوع كليان، لما انا اكتر نجاح لتشافي انه اخفى احسن لعيب في العالم، ده اكتر نجاح ليه بجانب النتيجه طبعا. مش سهل يا محمد ان انت احسن لعيب في العالم حاليا تخفيه طول 90 دقيقه، مش سهل. وده راجع لكوندي، اراوخو، واللعيبه اللي كانت موجوده في نص الملعب مع تاخير نص الملعب. نرجع بقى لشخصيه فريق برشلونه اللي كانت بتعيبه في المواسم السابقه وخاصه في دوري الابطال، لما الاثنين واحد يتغلبوا 2-1 الركب دي والله. النهارده لا، اللعيبه ما تحسش انها قلقان. ركب يوسف شيبو اليوم برشلونه الناس يقول لك شخصيه الفريق، شخصيه الفريق تبان وانت خسران وفي الازمات. كيف بانت الشخصيه في هدف التعادل وهدف التقدم؟ ايوه، ما انا عشان كده بقول تمريره تدرس من بدري، من بدري، وتعاملات المدرب عشان تساعد ان الفريق يستعيد توازنه ويرجع في المباراه. واحسن شعور تنزل واحد سجل من اول لمسه وواحد يصنع من اول لمسه. بص يا كابتن، بدري نازل في الدقيقه 60 يا كابتن محمد، الباص التمريره اللي عملها دي في الدقيقه 61. في لعيبه بتلعب المباراه وهي على الدكه،
بدري لاعب المباراه ويقعد دكه. في لعيبه عاوز 10 دقائق ربع ساعه عشان تخش في الجيم. بدري خد دقيقه عشان يخش في الجيم. وايه التمريره الحلوه دي؟ هوب استنى عنجل وراح الانطلاق والجري السريع المميز بتاع رافينيا. وتعامل رافينيا ايه؟ تعامل رافينيا مع الكره محمد حلو قوي يعني. الجول رافينيا من اكثر اللاعبين اللي تعرضوا لانتقادات برشلونه. ايوه وعمل مباراه كبيره. الجول ده كابتن محمد التكنيك بتاع التمريره بتاع بدري والانهاء بتاع رافينيا يدرس. طبعا مضروبين في مساحات ما بينهم ما بين لعيبه باريس. الانطلاق وتوقيت التمريره ودقه التمريره والفينش عينيه بصه مع الكوره في تواصل مع عينيه مع الكوره مع رجليه الشمال هوب على طول. شوف بيلاردو شوف بيلاردو لما لعب الكوره. شوف بيلاردو محمد لو عيدنا اللقطه على فكره هذا هدف شبيه بهدف صنع رونالدينيو لتشافي في الكلاسيكو سجله تشافي على ريال مدريد. هو الهدف الثاني دي برضو من احد الحلول ان انت عندك بلعب مفتوح وكرات ثابته. عندنا روما طبعا غير على خط المرمى ما تطلع يا عم الست يارد ما تطلع تاخد الكوره. فعلا كلام يوسف صحيح. ايوه هي الكره الست يارد يا كابتن طيب منتصف خط السته الست يارد ما تطلع انت بايديك. انما سوء توقف ممكن سوء تمركز سوء رقابه عملها كريستينسن كويس بدون مضايقه. لا لوحده لوحده هو دايما مشكلته. فده حل من الحلول ان الفرق تسجل من الكرات الثابته واللعب المفتوح فنتيجه كبيره تعتقد لبرشلونه. كابتن طارق وجون قالوا ان في الامور ما في مباراه العوده. انما انت بتلعب بره ملعبك وكسبان 3-2 لو خسرت في ملعبك تستاهل انت ما توصلش. فانا اشوف ان النتيجه دي تدي دافع للفريق. وميزه تشافي يا كابتن محمد النهارده مع برشلونه انه راح يكسب فاهم مش رايح يقول لك نتيجه تعادل حلوه اخسر واحد. لا هو رايح يكسب مسجل 3 اهداف ومضيع 3-4 فرص. الرقابة هناك دائما على المهاجمين يكون دور مهم بالنسبة للاعبي وسط الملعب. تكلمت على التغييرات اللي عملها خصوصا دخول لوكاس إلى أصبح كظهير أيمن وأصبح ماركينيوس طبعا ثقة للمدافعين. لكن في عملية البناء كان يبني دائما يرجع يلعب 3 لاعبين في قلب الدفاع يلعب لوكاس ماركينيوس واللاعب بيرالدو ثم يخلي باركولا في الجهة اليمنى ولعب مينديز في الجهة اليسرى يصبح 3-4-3 عندما يهاجم. تحسن الأداء كان ممكن يسجل وجاته فرص بعد ما سجل الهدف الثاني كان ممكن يسجل هدف آخر. لكن كما قلت تغيير دائما المدربين كانت مميزة لنيريكي ولا حتى لتشافي عندما دخل كريستينسن واللاعب بيدري غيره من المباراة واحد فينيا وضربة ركنية كذلك. ولكن الضربة الركنية أعتقد هدف يتحمل مسؤوليته دوناروما. دوناروما المفروض يطلع لأنه يعني منطقته. لكن كما قلت لم يحسم ولا شيء. هناك تقدم صحيح للمرحلة المرحلة لفريق بارسا لكن المباراة الثانية ستكون مختلفة. لا زالت هناك الحظوظ قائمة للفريقين معا.